يلا بسم الله. هذا الشخص خلينا نصيح، هذا ولد خالتي اسمه عبد الله السالم. هذا إنسان لا يمكن أن يعني أعتقد يتكرر في زمان واحد. أول شيء هو هذا الإنسان موهوب إنه دائما من شرح. يا سلام. تجيه من المشاكل ما لا يعقل. هذا الرجل تعرض لمشاكل ما لا يعقل، ما لا يتحملها إنسان. تفتقده وداء جدا، رفيقي ورفيق سفري بعد ما سافرت. هو ولد خالي الثاني صالح السحيمي. هذا أيضا فنان وشاعر وجميل، جميل لدرجة إن كنا نمشي أنا ويخصم في الفلبين أتذكر يوقفون يقولون أنت تبدو كالمسيح. الله. إي والله العظيم يوقفون ويطلعونه ويطلعون عيون عين كبار وشهل ورموش ما شاء الله وكذا، فيتأملون وما نقدر نمشي من 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 جمال شكله. يا سلام ما شاء الله. وبعدين أتذكر يعني في أولاد يشحذون كثار، وحين نمشي الساحة نخاف منهم يجونا، فصاروا يضحكهم وهم يقولون عطونا. بعدين في الأخير صاروا يلحقوننا ويقول لهم لا، إذا تبون نضحككم أعطوني قروش، يروحون يجيبون له قروش لهم يشحذون عشان يضحكهم. فكان فعلا يعني يعطي الحياة جمال. وين لقيتوا الصور هذا؟ هذا سفر لما راح أمريكا. نعم. هذا عام كم الصورة هذه؟ هذه في 79 تقريبا. لا هذه يمكن في منتصف الثمانينات. راح في جدة واشتغل وسوى أول سيارة الكرفان هذه. ها كان يجيبونها من أمريكا وأرسلوه، لأنه أيضا مهندس بالطبيعة ما درس ها، لكن كل شيء بيده يتحول تحفة، كل تحفة وكأن هناك عقول في يديه. ما شاء الله. كل شيء إذا في الكهرباء مبدع رقم واحد، في الميكانيكا مبدع رقم واحد، في النجارة مبدع رقم واحد، في الشعر مبدع رقم واحد، في البناء. شو اسمه يا دكتور؟ عبد الله المحفوظ. طيب خلينا نشوف الصورة الثانية يا دكتور. دكتور صحيح. صحيح المركز الثاني خدت، صحيح صحيح المركز الثاني خدت. يا الله هذا مو جيب الصورة بصيحة. أنت أنا بالنسبة لي لما أذكر زملائي أفتقدهم ما أستطيع حقيقة. بقول لك للأسف. حنا يعني لما نشوف الصور هذه كما تعيش أنت حنا نعيش أيضا هالذكرى الجميلة. بصيحة. هذه الصورة تجمعني مع لا اللي قبل اللي قبلها. أرجع للصورة اللي قبل. إيه تجمعني مع الأخ عبد الله السالم اللي بروت ربعي قال لي شتول بدلة قبل شوي. أيوه. وتجمعنا مع بطل كان وقتها بطل كمال الأجسام في المملكة العربية السعودية، وبعدين فاز على الخليج العربي محمد الشهري هذا. أيوه. الشهري؟ إيه. كان كمال الأجسام. أيوه. يبين من جسمه شوف شلون مثل. أيوه. السكس باك اللي عندي كذا. والحقيقة الثاني ما تعرفت عليه صراحة. تفتقدهم يا دكتور؟ أنا أفتقدهم بالذات عبد الله طبعا. محمد موجود الحمد لله. ذكراه مش تعني لك؟ بالنسبة لعبد الله يعني سحب وهو ذاهب، سحب جهة المرح والحب من حياتي. يعني هذا الإنسان اللي بس تجلس وياه ما يعلمك ما يقول لك، لكن تعلم معنى الحب. عنده قدرة على حب أي شيء، عنده قدرة على عدم الحزن. يا سلام. عنده قدرة على عدم القلق، مع أنه دائما في مشكلة بعد مشكلة، وكان الله يمتحنه دائما في مشكلة. من الموجود منهم الآن؟ لا كلهم موجودين مع عبدالله. عبدالله هو اللي توفى. ايه؟ رحمه الله. توفى لأنه يعني صار عنده جروح، والجروح تطورت للقرقرين. وكان مع أخوه رايح البحرين. أخوه محمد سليمان وأصيب بالسكتة وهو بالسيارة فما أمدى عليه. هذول الاثنين. هذا السالم. هذاك عبدالله السالم. صار ايه؟ الثاني بعد صديقي الأول، هذاك الأكثر رفيق للسفر معي هو اللي علمين صلاح السحيمي. يعني السحيمي خوالي. أمي من السحيمي. فهذا ولد خالي وهذاك ولد خالتي. فهذا صلاح رفيق حياتي، رفيق عمري، رفيق عمري. بعده تقريبا حسيت في وقت من الأوقات أني أنا لا شيء
ولا مبرر لوجودي. طبعا الحمد لله طلعت منها. لو خرج الان للحظات وش تحب تقول له؟ اقول خذني معك انا مذهب. قوي الله يرحمه واجمعنا فيهم في الجنه. امين يا رب العالمين. هذا برضو عبد الله؟ ها لا هذا صلاح. هذا صلاح. صلاح يختلف عن عبد الله. صلاح لا يضحك الناس. صلاح من نوع الصامت، اجمل انسان صامت. قلت يقعد بيته تقعد تخرط عليه ما يقاطعك. ها وبعدين في شيء هو لا يقرا، ما يحب يقرا، وانا من النوع اللي احب اقرا. فاذا رحت سافرت اقعد في اللابي ولا شيء اقعد اقرا، وهو احنا قاعد اقرا ساعات وهو بس قاعد كذا. فاقول يا صلاح خلاص نمشي عشان يعني اقمل. قال لا لا ايش فيك تطلع اقعد. فهو مستانس فقط في التامل، يتامل انه كل شيء عنده يستحق التامل. هذا صلاح. هذا صلاح نفسه. الله يرحمه. متى توفى يا دكتور؟ توفى بالمرض ام سميه مرض الرحمه، السرطان سميه مرض الرحمه، لان كل ما يتم الله رحمه. جاء ورم لمفاوي وفقدته. اي فقدته بسرعه. ها طبعا يعني وضع ثقبا في قلبي يعني. اكبر منكم؟ لا انا وياك اكبر. له اثر عليك جدا؟ مش جدا. اقول لك انا بعد صلاح ما عاد احنا مسافرين فيلبين انا وياه، ما عاد اسافر يعني. سافرت مره مع ما فيها لذه ان صلاح علي سبحان رفيق السفر ما هو اي احد. فطبعا فبعد صلاح وعبد الله ما حد لم يسافر يعني نزهة ابدا. الحين لهم اكثر من 4 سنوات توفوا لم اسافر ابدا. الله يرحمه. قالت لنا ماير هل لو سافرت ممكن يكونون معك لحظه بلحظه؟ وهذا المؤلم يعني. لما اسافر بسيط، لما اسافر مثلا اروح مكان التفت ابغى اكلم صلاح، صلاح مش موجود. خصوصا صلاح، لان صلاح صامت وانا اتكلم وياه كل شيء وانا مطمئن اتكلم معاه حتى عن مشاكلك العميقه. لانك لو تقول له قول ما يقول، فما في داعي تقول ها بقول شيء صلاح بس اتعلم احد. ما تحتاج. يا سلام. اي تحتاج انك تقول صلاح بقول لك شيء بس قول للناس. احيانا الواحد دكتور يحتاج قول للناس ولا يقول. احيانا يحتاج شخص يسمع له حتى لو ما هو هذا النوع. هذا صلاح يسمع ويتفهم ويقعد، وانت مجرد ان احد طلعت الكلام اللي يقلقك، الكلام اللي ببطنك والكلام هذا بس بحد ذاتها راحه. عشان كذا الناس يروحون للسايكولوجيست حق الاخصائي النفسي. يا سلام. اللي يتكلمون. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.